قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. واللي ما شافش الأجزاء اللي فاتت من سلسلة سكريم فهتلاقيني سايب لك لينك الملخصات تحت في صندوق الوصف. بيبدأ الفيلم مع طارة اللي بتكون قاعدة في البيت لوحدها وبتتكلم مع صاحبتها أمبر في الشات، لحد لما التليفون بيرن عليها. ما تعرفش مين اللي بيكلمها، لكنه بيقول ان هو اسمه تشارلي واللي بيكون صاحب امها من زمان. وبيبدا يسالها عن فيلمها المفضل وبيسالها شويه اسئله في اجزاء سكريم اللي فاتت. بتفضل تتكلم معاه وبتعرف مين اللي بيكلمها، لكنها في الاخر بتقفل المكالمه لما بتبدا تحس بالقلق. وبعد شويه بتعرف ان هي ما كانتش بتكلم صاحبتها، وبيطلب منها ان هي ترد على الموبايل بسرعه. ولما بتسال على صاحبتها بيعرفها ان هي مش موجوده. بتكون طارة خايفه جدا وبتعرف ان هي تتعامل مع واحد مريض نفسي. بيرن عليها تاني وبيعرفها ان هي لو جاوبت غلط المره دي هيقتل صاحبتها، فبتقرر ان هي تقفل كل الابواب عليها. وقبل ما تعمل كده بيكون المقنع ظهر ليها تاني، بيقدر ان هو يعورها في بطنها، بس في الاخر بتخرجه من البيت. وبعد شوية بيرجع المقنع مرة تانية وبيبدأ يضربها بكذا طعنة، وبتحاول سام ان هي تلحق نفسها وتهرب منه، وده لحد ما الشرطة توصل. لكن الوقت بيكون اتأخر والمقنع بيضربها اخر طعنة. وفي مشهد تاني بنتعرف على سام اللي بتكون اخت طارة الكبيرة، بتشوفها عايشة بره المدينة وده بعيد عن اختها مع صاحبها ريتشي. وبعد شوية بتجيلها مكالمة من صاحب طارة واللي بيعرفها ان اختها في المستشفى وتقريبا بين الحياة والموت. وفي الجامعة بيتكلموا عن الحادثة بتاعت طارة واللي بتحقق فيها الضابط جودي. وهنا سام بتعرف صاحبها ان هي لازم تروح على المستشفى وده عشان تشوف اختها، فبيقرر هنا ان هو يروح معاها. وفي الطريق بتحكي له عن فيلم سكريم واللي بيكون عبارة عن قاتل متسلسل بيلبس القناع وبيقتل صحابه. بنعرف ان القاتل بيموت الناس اللي بيعرفهم، وعشان كده بتكون اختها خايفة على طارة. لحد لما بتوصل للمستشفى وبتعرف ان اختها بتكون كويسة. بنتعرف على اصحاب طارة اللي على الشمال بيكون اسمه تشات، واخته ميندي، وابو شعر ابيض بيكون اسمه ويز، واخيرا امبر اللي كانت بتتكلم مع طارة قبل الحادثة. وفي الاخر كلهم بيخرجوا من الاوضة وبتفضل طارة مع اختها. بتبدأ ان هي تعيط وبتعرف سام ان هي خايفة جدا، فبتعرفها ان هي مش هتسيبها تاني. وبالليل بيكونوا مع بعض كلهم لحد لما بيوصل راجل غريب وبيكون عاوز يتعرف على ميندي بالعافية، وتشات بيتخانق معاه. وبعد شوية بيكون واقف في الشارع وحد بيشغل كشاف العربية عليه. بيقرب منها بمنتهى الهدوء وبيعرف ان مفيش اصلا حد موجود، لكن بعد شوية بيوصل المقنع من وراه وبيديله طعنة في رقبته وبيخلص عليه قبل ما يعمل اي حاجة. وفي المستشفى سام بتكون في الحمام بتاعها وبنشوفها وهي بتاخد حبوب عشان الهلوسة، لحد لما بتشوف ابوها بيلي في المراية وبيعرفها ان هي لازم تقول الحقيقة لاختها. وبنعرف ان ده المقنع اللي ظهر في الجزء الاول، وهنا بيظهر المقنع تاني من وراها وبيفضل يهجم عليها، لكنها بتقدر ان هي تهرب تاني من الحمام وبتطلب من الشرطة ان هي تقبض على المقنع. بيدخل الضابط على هناك عشان يمسكه، لكن المقنع بيكون هرب من بدري. وفي الاخر بترجع سام على اختها طارة وبتقرر ان هي تقول لها الحقيقة. بتعرفها ان هي اختها بس من اب تاني، وان امهم حبت واحد اسمه بيلي لكن في الاخر سابها وهي حامل. طبعا طارة مش مصدقة اللي بتسمعه وبتعرف ان كل اللي بيحصل كان بسببها هي وابوها المريض. واول لما بتخرج من الاوضة بتشوف ريتشي في وشها واللي بيكون سمع كل حاجة وبيحاول يهديها. وتاني يوم بتقرر سام ان هي تروح على الضابط دوي واللي كان عنده خبرة في موضوع المقنع، وده اللي شفناه في الاجزاء اللي فاتت. بتطلب سام ان هي تتكلم معاه لمدة 5 دقايق وبتعرفه اللي حصل مع اختها. فبيعرفها هنا الخلاصة بتاعت المقنع، وان اهم حاجة ان هي ما تثقش في اي حد قريب منها، والتاني حاجة السبب اللي خلى المقنع يعمل كده لازم تعرفه، واخر حاجة بيقول لها ان الضحية الاولى دايما القاتل بيبقى من اصحابها ولازم تدور وراها كويس. ولما بتطلب سام منه المساعدة بيعرفها ان هو ساب الشرطة من بدري، وفي الاخر بيطلعهم من البيت. وبعد شوية دوي بيتصل بصاحبته سيدني وبيعرفها ان المقنع رجع تاني واللي بتكون سافرت برا البلد. وبعدها بيبعت رسائل لمراته جايل واللي بنعرف ان هي كانت شغالة صحفية في الاجزاء القديمة. وبعد تفكير كتير بيقرر دوي ان هو يساعد سام، فبيرجع عشان ياخد السلاح بتاعه وبيروح بعدها على هناك. كلهم بيتجمعوا في بيت تشاد وبتعرفهم سام حقيقة ابوها وان هو القاتل اللي ظهر في الجزء الاول. وهنا بتقول لهم ان القاتل هيكون واحد من وسطهم، وكلهم بيكونوا شاكين في بعضهم. وبعد كده بيشكوا ان سام هي المقنع، وده عشان هم فاكرين ان هي بتكره اختها. بتخرج من البيت وبتكون زعلانة وبتركب العربية بتاعتها، وهنا بتشوف خيال ابوها مره تانيه وهو بيعرفها ان هي لازم تلاقي القاتل وتقطع رقبته. وبعد شويه جودي بتسمع صوت حركه في البيت وبتاخد سكينه معاها لحد لما بتعرف ان هو ابنها ويز.
بعد شوية بتخرج من البيت وبنعرف ان هو هيفضل في البيت لوحده وبيدخل عشان يستحمى، وفي الطريق بتكلم مكالمة من رقم مجهول، وبتعرف هنا ان هو القاتل اللي بيكلمها وان الدور هيكون على ابنها. بترجع تاني على البيت بسرعة وبتتصل بالشرطة وهي في الطريق، وقبل ما تدخل هنا على البيت بيجي المقنع وبيخلص عليها، وبنعرف هنا ان واحدة من اهم الشخصيات بتموت في الجزء الخامس. بيخرج ويز من الحمام وبيشوف الباب بتاع البيت بيكون مفتوح، واول لما بيقفله وبيرجع تاني بيظهر تاني المقنع قدامه وبيحاول يخلص عليه هو كمان، وفي الاخر بيحط السكينة في رقبته وبيموته. بتوصل سام لمكان الجريمة وبتتصدم لما تلاقي جودي وابنها بيكونوا ماتوا. بعد شوية بتيجي جاي لمكان الجريمة وبتحاول تعرف اي معلومة من سام لحد لما بتشوف جوزها ديوي، واللي بنعرف ان هما سابوا بعض من فترة. وهنا سام بتشوف الضابط اللي كان بيحمي اختها في المستشفى قدامها وبتعرف ان كده اختها في خطر. بتركب العربية عشان تروح على اختها وبيروح معاها ديوي في العربية، وهنا بتشوف طرف المستشفى وبتتفرج على التلفزيون لحد لما بتسمع صوت في الأوضة. بتفضل تنده على اي ممرضة لكن الواضح ان مفيش حد سامعها. بتتحرك بالكرسي بتاعها وبنعرف ان الضابط اللي كان بيحميها مات. بترجع تاني على الأوضة بتاعتها وبتحاول تتصل بالشرطة، وفي الوقت ده بيظهر فجأة ريتشي قدامها من العدم وبتضربه بالتليفون، بس بيعرفها ان هو جه على المستشفى وده عشان سام كلمته. وبعد شوية بيظهر تاني المقنع وبيهجم على ريتشي. بتحاول ان هي تهرب بسرعة من المقنع لكنه بيكون جاي وراها، وهنا بيغير صوته في البرنامج وبيعرف سام ان هي لازم تختار حد عشان يموت، يا اما تختار اختها المريضة يا صاحبها اللي بتحبه. بتفضل سام تتوصل للمقنع ان هو يسيبهم وما يموتش حد اصلا لحد لما بيوصلوا للمستشفى. بيفضل ديوي يضرب النار عليه وترى بتكون واقعه على الارض. بيحاول يخرجهم من المستشفى لحد لما بيظهر تاني المقنع. بيفضل كل واحد يضرب في التاني لكن ديوي بيضرب النار عليه اكتر من مره وبيموته. وقبل ما ينزلوا في الاسانسير بيكون عاوز يعرف مين هو شخصيه المقنع. بيقرب عليه عشان يرفع القناع والموبايل بتاعه بيرن، والمقنع هنا بيستغل الفرصة وبيضرب ديوي في السكينة في بطنه. وهنا بنعرف ان هام شخصية هي كمان ماتت في الجزء ده. بتكون جايل سمعت الاخبار وبتعرف ان جوزها بيكون مات. بعدها بتوصل سيدني على المستشفى وبتعرف اللي حصل لديوي وبتحاول تهدف جايل. وهنا سام بتعرف اختها ان هما لازم يخرجوا من المدينة وده عشان يبعدوا عن المقنع، وسيدني بتعرفهم ان ده مش انسب حل في الوقت ده، وبتقولهم ان المقنع برضه هيفضل وراهم وان هما لازم يعرفوا مين هو مش يهربوا منه. بس سام بتكون خلاص قررت وبتمشي مع اختها، بس قبل ما تتحرك بتقدر سيدني ان هي تحط جهاز تعقب على العربية بتاعتهم، وفي الطريق ترى بتعرفهم ان هي نسيت العلاج بتاعها واللي بيكون مهم جدا بالنسبة لها، لكن بتعرفهم ان في علاج تاني بيكون في بيت امبر. وفي الوقت ده بتكون في حفلة كبيرة في بيت امبر اللي بتنزل للقبة عشان تجيب شوية بيرة، لكن بتروح عليها ميندي وبتعرفها ان هي ما ينفعش تمشي لوحدها لان في قاتل وسطهم. وتشاد بتجيله رسالة من صاحبته وبتعرفه ان هي واقفة قدام البيت بتاع امبر. بيخرج عشان يشوفها لكنه مش بيلاقي حاجة، وقبل ما يرجع تاني على البيت بيشوف المقنع قدامه وبيحاول يطعنه لحد لما بيضربه في رجله وبيحاول ان هو يهرب منه، لكن بيوصل للمقنع وبيضربه اكتر من طعنة. وفي الوقت ده بتوصل سام مع اختها وريتشو بيدخلوا البيت، وهنا امبر بتلغي الحفلة وبتقعد معاهم عشان تشوف العلاج. وهنا صاحبة تشاد بتكون مستنية صاحبها واللي ما تعرفش ان هو اصلا مات. وفي الطريق بتفضل سيدني مراقبة خط السير بتاع سام وبيستغربوا من البيت اللي وقف عنده لانه بيكون نفس البيت اللي حصلت فيه الجرايم من زمان. بتتصل هنا بسرعة بسام وبتعرفها ان هي لازم تخرج من البيت وإلا هتموت فيه. وبعد شوية ميندي بتكون قاعدة لوحدها والمقنع بيظهر وراها. بيحاول يهجم على ميندي عشان يقتلها، وهنا سام بتسمع الصوت وبتروح عشان تساعد صاحبتها. كلهم بيتجمعوا تاني لما المقنع بيهرب وكل واحد بيكون شاكك في التاني. طلع المسدس وبتضرب صاحبة تشات في دماغها، وهنا بنعرف ان امبر بتكون المقنع وكل واحد فيهم بيبدأ يهرب من مكانه. وسام بتكون شاكة في ريتشي لكنه بيطلب منها ان هي تهدى لان اكيد في مقنع تاني، وان هو اصلا شاكك في تارا لانهم هي اللي جابتهم على هنا. وبتوصل سيدني وجاي للبيت وبيكون معاهم السلاح. بيشوفوا امبر بتخرج من البيت وعاملة نفسها مصابة لكنهم بيكونوا خبرة وعرفوا ان هي القاتل لحد لما بتضرب جايل بالنار وسيدني بتدخل وراها. وفي الوقت ده سام بتفضل تدور على اختها لحد لما بتشوفها مربوطة في الدولاب، وهنا بتكون خايفة تفكها وبتفكر جدا في كلام ريتشي. وبعدها بتدخل سيدني على البيت وبتفضل تدور على امبر لحد لما بتجيلها مكالمة وبتعرف ان في مقنع تاني. بتبدأ ان هي تمشي ورا الصوت وبتضرب نار من ورا الباب لحد لما بتيجي رصاصة في رجل ريتشي،
وهنا المقنع بيظهر تاني وبيهجم على سيدني لحد لما بيوقعها من فوق السلم. بتظهر سام وبتحاول تحمي ريتش في اخر لحظة، لكنها بتتصدم لما بتعرف ان هو بيكون القاتل التاني. بيضربها بالسكينة في بطنها، وبنعرف ان الخطة بتاعته نجحت وان هو اللي خد العلاج من اختها، وده عشان يجيبهم على هنا. بتفضل تدور امبر على طرف كل حتة لكنها مش بتلاقيها، لحد لما بتظهر تاني قدامها وبتضربها على دماغها. وسام بتستغل الفرصة وبتهجم على ريتشي وبتهرب منه، وسيدني وجايل بيكملوا على امبر لحد لما بيضربوا عليها النار وبتولع فيها وبتموت. وهنا سام بتشوف تاني ابوها في المراية، وهو بيعرفها ان هي لازم تقتل صاحبها، وبيشاور لها على مكان السكينة. وقبل ما ريتشي يقرب عليها بتقدر ان هي تضربه بالسكينة في دماغه، لكن بعد شوية بترجع سيدني وجايل وبتعرفها ان هي لازم تضربه بالنار عشان تتأكد ان هو مات. وبعد لما بتعمل كده بتظهر تاني امبر عشان تخلص عليهم، لكن ترى بتلحقهم في اخر لحظة. لحد لما بيخلص الفيلم بتاعنا لحد هنا، وما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.